بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من الشخصيات التي أحببتها حب الاحترام والتقدير شخصية شيرين أبو أقلة التي قتلها رصاص الصهيوني أمس وهي تؤدي واجبها في تغطية معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. شيرين كانت اسما على مسمى اسمها. شيرين باللغة الفارسية والأردية وكذلك في لغتي لغة الكشميرية، شيرين يعني شيء حلو، رائع المذاق. شيرين كانت عظيمة في أداء واجبها، في مهنيتها، في بساطتها. شيرين كانت عظيمة في أسلوبها السحل الممتنع. كانت إعلامية بارعة، رائعة، متقنة في أدائها وتعبيرها وسلاستها وبساطتها، لكن أسلوبها كان سهلاً لكنه سهل ممتنع، من الصعب تقليدها في أسلوبها. أنا كإنسان غير عربي ملم ومهتم بالثقافة العربية واللغة العربية والإعلام العربي، تابعت شيرين من ربع قرن من الزمان على شاشة القناة قناة الجزيرة، ومنذ البداية أعجبني أسلوبها وكنت أتابعها دائما، وكنت أتأكد دائما في كل فصل دراسي أنا كأستاذ في مجال الترجمة والترجمة الفورية أن يكون شيئا من تغطيتها إعلامية ضمن التمارين التي أقدمها للطلبة والطالبات في الجامعة. شيرين كانت عظيمة واعترف بعظمتها الجميع من جميع أطياف المجتمع العربي والعالمي. شيرين كانت رائعة بأن كل أطياف المجتمعات، من السياسيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من المناضلين، تعلموا بمغادرتها الساحة. فأنا أذكر من أحسن ما قيل فيها، قال رائد النضال الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، قال شيرين كانت أيقونة الإعلام العربي وأبقتنا جميعا. ونآها إسماعيل أبو هنية، إسماعيل هنية، بأنها شهيدة الحقيقة. وأنا أذكر قبل سنوات طويلة كثيرة الشيخ القرضاوي في برنامجه المعروف الشريعة والحياة ذكر شيرين أبو عقلة باسم في أوائل أدائها لمهنتها، لم تكن وصلت إلى إتقانها ما وصلت إليه في عند شهادتها. كان الشيخ القرضاوي ذكرها بأنها مجاهدة بعملها، عملها الإعلامي، مجاهدة بدقتها، مجاهدة بمهنيتها، مجاهدة بإخلاصها لعملها ولتغطية معاناة الشعب الفلسطيني. وكانت فعلا تغطيتها تغطية مؤثرة معبرة.
من الصعب تقليد أسلوبها السهل الممتنع. وأنا أعترف بأنني علمت بأنها مسيحية المولد، لم أكن أعرفها رغم متابعتي لها عبر ربع قرن من الزمان، لم أكن أعرف من بهذا الموضوع، لكنني أقول والله شهيد على ما أقول بأنني رأيتها إسلامية الأخلاق، إسلامية الثقافة، إسلامية الأدب، إسلامية الإتقان. فنتمنى وندعو الله أن يرحمها، أن يتغمدها برحمته. فمن مثل تلك الشخصيات، حتى لو لم تكن منتمية إلى الدين الإسلامي، فمن المسيحيين بالأخص لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وفعلا كانت قسيسة أداء المهنة، قسيسة الكلمة الحق، قسيسة النضال الإعلامي من أجل الحرية، من أجل القضية الفلسطينية، هذه القضية الإنسانية قبل أن تكون قضية العربية والإسلامية. وهناك شخصيات كثيرة من غير المسلمين الذين خدموا المسلمين كثيرا، ومنهم المثال الحي الأب إيمانويل مسلم من الأراضي المحتلة أيضا، وهو مثال نادر، مثال عظيم لنزاحته ونضاله بالكلمة الطيبة من أجل الحرية، من أجل حر الفلسطينية. فمرة أخرى أقول بأننا ندعو الله يتغمد الشهيدة إيمان شيرين أبو أغلى برحمته، وأن يعوض الأمة العربية والإسلامية والإنسانية بمثل شيرين أبو أغلى أو بأحسن منها. الله يرحمها، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.